كيفية البحث فيه، انت عايز تساعد نفسك على البحثات. ادي بتفتح انت الجوجل اهو من الاول، بتفتح على الجوجل اهو وتكتب بنك المعرفة، تتك انتر، خلاص هو كده بيبحث على بنك المعرفة. في عندك بقى موضوعات كتير، ده اهوت مواضيع كتيرة جدا اهي، تشوف الروابط اللي انت عايزها. وليكن مثلا اهو بنك المعرفة، المشروع البحثي الابتدائي والاعدادي، منصة ادمو دي بتاعت التربية والتعليم اهو، بنك المعرفة والمكتبة الرقمية مصادر تساعدك على انجاز مشروع البحث. تاخد دي ندخل عليها، هي بتحمل ايه، هنا اهوت بتكتب البحث بتاعك هنا. وليكن هتبحث عن قدرة الله، خدت قدرة الله، هو بيبحث عنها دلوقتي، انا كتبت قدرة الله وبقول له بحث، هو بيبحث اهوت. خلاص عندك بقى نتائج البحث، قدرة الله اهو جاب لك حاجات الازهر، وده الازهر مثلا، تاخد ده الازهر بذكرى الاسراء والمعراج، ثقوا في قدرة الله على رفع البلاء، اهو موضوع اهو. اي حاجة هتبحث فيها هيجي لك اهو، مواضيع كتيرة عن قدرة الله، كل دي مواضيع عن قدرة الله، انت بتقرأ اي موضوع منهم وبتكتبه بأسلوبك انت بقى. برضو في حاجات تانية بتبحث، تكتب البحث بتاعك هنا، ده لو انت هتدخل على الجزء الاولاني ده، عاوز ترجع بقى ترجع للجزء التاني اللي هو، هي طبعا مقسمة المكتبة العلمية مقسمة لأكثر من رابط، فانت بترجع للروابط التانية، وليكن ادي رابط ادي رابط، كل دي روابط اهو، تدخل بالشكل ده هنا. خطوات عمل البحث تفصيليا عبر بنك المعرفة، الأبحاث هي المطلوبة، أي مواضيع وأبحاث وحاجات هتفيدك جدا. خلاص عايز تبحث بقى أنت بنفسك عن أي حاجة، وليكن برضو هنبحث عن الإنسان مثلا، خلاص تضغط انتر اللي هي دهيت، انتر، خلاص هو بيبحث اهوت. نماذج وطرق تفيد مشروع بحث المياه للمرحلة الابتدائية، المرحلة الابتدائية دي كله ابتدائي، بتدخل انت في مواقع الابتدائي ومواقع للثانوي، فدي كده خاص بالابتدائي بقى، دي الشهادة الإعدادية اهوت، تدخل لرابط المكتبة الرقمية تاني من هنا، ترجع للشهادة الإعدادية وهكذا. يعني موضوع البحث بسيط وكل حاجة، بس انت بكتب مكتبة البنك المعرفة هيدخلك على حاجات كتير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.